يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد معشر المسلمين، قال الله تعالى في القران: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى اخر الايات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكرنا بفضل الصيام واهله: لخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. فإن أنت عبد الله من تأدية الصيام والقيام كما أمر الله، واعلموا جميعا معشر المسلمين أن في رمضان أعداء كثر، أعداء يحاربون الإنسان يحاربون الصيام، ومنهم النفس الأمارة بالسوء. فبعض الصائمين له الأجر كاملا إن شاء الله، وبعضهم أجره ناقص، وبعضهم أجره متدني، وبعضهم لا أجر له، وبعضهم عليه وزر عظيم وإثم كبير، وهو لا يدري معشر المسلمين أن شهر الصيام يجب أن يحترم ويصام. بعض الصائمين لا هم له في رمضان، لا هم له في شهر رمضان إلا هذا، تجده من طلوع الشمس إلى غروبها ومن غروبها إلى شروقها وهو يحرك في الهاتف ذات اليمين وذات الشمال. ماذا عساك أن تنتفع من هذا أيها الإنسان وأنت في شهر التوبة والغفران؟ عليك أن تتقي الله، وعليك أن تهجر الهاتف وتهجر وسائل التواصل قدر الإمكان، لأن فيها السيئات وفيها الذنوب والأوزار، وعليك أن تستبدلها ببديل هو خير منها، هو القرآن في شهر القرآن، هو المصحف الشريف. استبدلها عبد الله بالمصحف الشريف، وأقول لك إنك ستتزود من هذا الكتاب، من كتاب الله تعالى، زاد العام وعدة العام. فأين أنت عبد الله من شهر الصيام والقيام؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأتساءل وأقول: أي تقوى لصائم يصوم رمضان وهو يعيش همه ليل نهار وسائل الإعلام؟ ما الذي جد وما الذي طرأ وما الذي كان؟ ولا شك أن بعض الأفلام كذلك قد تفسد وتحبط أجر الصائم من أصله. أجر الصائم يحبط معشر المسلمين. نعم، إن فقها، إن أجرك سيبطل أيضا فقها إذا اشتغلت بوسائل الإعلام في رمضان. الفيسبوك كما يسمى، والإنترنت، واليوتيوب، وغيرها من وسائل التواصل بين الناس، بين المدن، بين الدول، بين القارات. قد يصوم الإنسان في الجزائر، يصوم هنا، ولكنه في حقيقة أمره في أوروبا أو في أمريكا أو في أي دولة ما، يصوم مع المسلمين ويفطر مع الكافرين. يا لها من حسرة وأسف وندامة وحماقة يرتكبها الإنسان في شهر الصيام. ومن الناس أيضا من ينقص أجره في شهر رمضان، ألا وهو الإنسان النمام المتمكن من الغيبة والنميمة. فبعض الناس فرسان مدى إذا أراد أن يكتم أو ينمي أو يفتك بأعراض المسلمين، فلا شك أنه يستعمل هذا بجدارة واستحقاق، غير أن أجر صيامه باطل، لا أجر له، يجوع ويظمأ ولا حظ له مع المسلمين. بين أنه وقت الإفطار يحن إلى المائدة، يئن إلى الأكل، وذاك حقه، ذاك حقه
يستطيع أن يأكل المأكولات ويشرب المشروبات وهنا يقف وينتهي. نقول إن شهر الصيام هو شهر العبادة محشر المسلمين. على الإنسان أن يجد ويجتهد ليحصل أجر الصيام. وبعض الناس يحبط أجره كذلك، ألا وهو من يأكل الحرام. فمن الناس من أكل الرشوة، ومن الناس من أكل السحر، ومن الناس من أكل الربا. وبعدئذ يتقدم صفوف المسلمين مع المسلمين ويصوم ويطوم. فنقول أي صيام هذا؟ يجب عليك بل ينبغي لك أن تودع الحرام وأن تهجره لتفطر على الحلال. فالطعام بدر الأعمال. ولا شك أن من تزود بطعام الحرام فالنار أولى به، ومن تزود بطعام الحلال فإنه سيقال له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن طعام الحلال بركة وإن قل، وطعام الحرام نقمة وإن كثر. فعليك عبد الله أن تتحرى لشهر الصيام، أن تتحرى مطعمك وأن تتحرى مشربك، وإياك أن تأكل الحرام في شهر رمضان. ومن الناس من يعول على الشهادة الطبية أو الشهادات الطبية ليختلس من شهر رمضان أيام، ليربح في اعتقاده بعض الذنوب والأوزار. الذنوب السيئات الكثيرة راح يغفر الله، ولا حظ له من صيام المسلمين إلا الجوع والعطش، الجوع والطمع فقط. فنقول أي صيام لصائم كهذا؟ بعض الناس كذلك أجره ناقص، ولا ربما باطل، فلا ربما باطل إذا أفطر على الحرام أو تسحر بالحرام. بعض الناس تلقى يستنى الدن ولا مازال، قولي لي الدن ولا مازال، قال الله أكبر، بسم الله، بسم الله، العياذ بالله. أنا وش بسم الله اسم؟ ثاني مازال قال تقول بسم الله، الحرام الصحة تقول بسم الله، بسم الله، الناس يقولوا بسم الله، اللهم على رزقك أفطرنا وبك آمنا، وهو يقول بسم الله على الدخان. ومن بعد يقول لك وقيل وقيل قالوا مكروه، شكون اللي قال لك مكروه؟ الدخان حرام بإجماع أهل العلم بالأدلة المتراكمة الكثيرة جدا، الدخان حرام. فإذا به يفطر على الدخان ويتسحر بالدخان، يفطر بالحرام يتسحر بالحرام وبعد عيد يقول إني صائم. نقول إن صيامك فيه مقال، فيه مقال عند أهل العلم، فاتق الله في صومك عن الله. أي صيام لصائم يصوم نهار رمضان والطبيب قد منعه من الصيام، هذا ربما يرتكب حرام، يرتكب حرام كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، بل كل ثانية يجمعك الناس عندهم أمراض مزمنة والطبيب يمنعه من الصيام، ومع هذا يجي معفس في الشريعة وفين معفس فيها وفين. أنا يقول لك رمضان إيه أنت تأكل رمضان، وين المشكلة في هذا؟ تروح تسبب لنا مضاعفات. بعض الأجسام تحتاج إلى الماء، كما أصحاب السكر وربما أصحاب الضغط الدموي وغيرهم من أصناف المرضى، أصحاب القصور الكلوي، أصحاب نقصان الدورة الدموية، كل هذه الأصناف تحتاج إلى الماء، يجب أن لا ينقطع عليهم كل ساعة يشرب ولا كل ساعتين يشرب، بل منهم من يحتاج إلى الدواء كل ثلاث ساعات ولا أربع ساعات. يقول لك أخويا أنا نجيبها ما كره الطبيب، من اللي يطرح تنقيب، ما هذا؟ رانا تحكمنا شريعة يا جماعة، تحكمنا شريعة، نحكمناش كلام. المستشار الوحيد في الصيام والإفطار في شهر رمضان هو الطبيب، ماهوش الإمام. لكن الطبيب قال تفطر يجب عليك أن تفطر، ولكن الطبيب قال صوم يجب عليك أن تصوم. بين أننا نحن قد خرجنا على الصواب وعلى الشيء. ومن الناس كذلك من هو آثم بصيامه، آثم صائم عليه الإثم. اسمع بعض الأحيان نسبة طويلة يقطعها المسافر، ومع هذا يقول كان راني صايم وراني طاير صوم. ولا شيء في السبعين ولا في الثمانين قالوا طبيب كل، ومع هذا يقول كان طاير صوم. يا أخوي الطاير
السفر هو اللي يحكم، وإن كنتم على سفر فعدة من أيام أخر، ربي هو اللي يحكم. ياك رب العالمين يقول لك افطر وانت تقول لا، راك تجاب في ربي، راك تواجب الشريعة الإسلامية، راك ترد الرسالة المحمدية. اتق الله في نفسك وفي غيرك. إذا كنت على سفر وعلمت أنك لا تقدر على الصيام في السفر، جاز لك أن تفطر من شروط الفقهاء. ومن الناس معشر المسلمين من أجره ناقص في شهر الصيام، ألا وهو أجر تارك الصلاة. بعض الناس لا يصلي، وبعضهم وما آسف له أنه يجمع يخلي جماعة في المسجد، ناس في الشامع، وينهم قاعدين؟ تلقاهم في الطرطوار كابس الجماعة ديالي على الليل، تلقاهم في الأرصفة وفي الكراسي عند الجنينات وعند البلدية وفي الفلاج وعند حسي السوق وكما يسمى، البلايص كل عامرة، والقهاوي كذلك مفتوحة. نقول من هنا لكل واحد صاحب قهوة، راك تفتح قهوتك في وقت التراويح، يا ويحك ويا ويلك، واش راه يستناك؟ ممنوع فتح المقاهي وممنوع فتح المتاجر في وقت صلاة التراويح. عليكم أن تحيوا السنة العمرية، السنة المحمدية، ألا وهي وقت التراويح. اجمع احترام الدين، اعطوا احترام للشريعة الإسلامية المقدسة، اعطوها قيمة. ما تقوليش أنا حرمني فتح حانوتي، أك فتح حانوتك ولا كذا كديرنا في الكوارث، والناس راح تقلدك، والأمة راح تتميع. رايح حانوت نشري كذا، رايح حانوت نشري مصلحة، مالا نهار في وقت الجمعة الناس تفتح محلات، وقت اللي حرم ربي البيع والشراء. كاين بعض الناس يقول لك بالمناسبة أنا نصلي العشاء بصح التراويح مش واجبة علي، أنا أنت مراوة، ماكش مراوة. التراويح سنة عمرية مؤكدة في حقك، سنة عمرية يجب عليك أن توديها مع عموم المسلمين. الشيطان راح يحبس بس في شهر رمضان. إذا شكون قعدت الشيطان؟ قعدت الشيطان. الشيطان مكان. شكون يقول لك ما تصليش؟ إذا هنا تراجع نفسك تلقى روحك شيطان. تقي لها في نفسك. تقي لها في أمتك. يخرجوا جماعة أفواج نص الجامع يا جماعة راه يخرج. كل المساجد. كل المساجد. نص المسجد ما لقاوش. تقول السلام عليكم من صلاة العشاء. يبدو يتسلم العصابات، يبدو يتسلم ويخش. الوين رايح؟ إلى أين؟ مانيش عارف. يقول حق راني سمعت أنا قالوا باللي فيه اللي فيه دين الصلاة، اللي فيه دين الصلاة ما يصليش التراويح. شكون قال هذا؟ من أفتى بهذا؟ تكلم ابن عينة في المذهب المالكي على القضية ولكن بإجابة. ولا يستطيع أحد أن يفسرها إلا أئمة المناهج. توا أحمد اللي يفسرها لك. تلقى جماعة يتسلى ويقول لك أنا راني كذلك. من ينقص أجره في شهر رمضان أجور المتقاطعين والمتخاصمين والمتشاحنين والناس اللي بينهم وبين جيرانهم حساب وما حبوش يصلحوه. اللي كان جا شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر تحبس فيه الشيطان وماكش حاب تصلح، نقول يا للأسف. وأنا ربما نزيد من وحدة شفتها اليوم أثرت فيا شوي نوعا ما، هي ألا وهي الناس قطاع الطرق. كان راهم عصابات يقطعوا الطريق على المسلمين. ألا وهم أصحاب الممهدات. ممهد يبني لك حي في الطريق. حي وراءه حي وراءه ثالث وراءه رابع بسبب أنه حادث مرور وقع. يا أخويا ما تجيش تربي أصحاب السيارات. ولو أنهم يستحقوا التذكير ويستحقوا الممهدات المعدولة. ممهدات معدولة. أنت جاي ربنا داير ممهدات في الطريق قاطع الطريق على المسلمين. وتقول راني نستنى في رحمة ربي، منين تجيك الرحمة؟ منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل قطع قصر شجرة عن ظهر الطريق كان يؤذي المسلمين، قال استوجب به الجنة، هذا دخل جنة دمر جنة بعرف. ماشي ممهد دوت أنا كما يسمى، ماشي ممهد بعرف. فما بالك من وضع عرفا في الطريق واللي ضحى عرفا في الطريق يدخل به جهنم. المفهوم بالأولى واضح، يدخل به النار. إذا ولا الإنسان اللي قال أنا ممهد جبل دارو في الطريق لكن تربي صحاب السيارات ربي ولادك قالوا لي يرد بالك من السيارات ماشي انت دير ممهد منا ممهد منا ولا هو ولادك قعدت بالحريه كامل ما كفاتوش طارو يكفيه طارق المسلمين باش يحتلوا ويستحوذ عليه ومن بعد الدعاوي الاسلام
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول اللهم إني صائم. أن لك أن تقول هذه الكلمة؟ تقولني صائم وأنت تؤذي المسلمين وليلك نهارك في شق بق العشيرات ومع القرابة ومع الأهل والكتالات والمعارك والدنيا والخصومات من اللي يطلع عن طريق الطريقين ومن بعد يقول كان راني باقي أجري مع المسلمين. أن لك هذا؟ معشر المسلمين ينبغي للإنسان أن يضبط نفسه في شهر رمضان قدر المستطاع، واعلموا أن شهر رمضان إذا سافر فإنه لن يعود إلى يوم القيامة، لا يعود إلى يوم القيامة، فعليك أن يكون الشهر لك ولا يكون عليك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أيام محسوبة 30 يوم. لماذا تبخل على نفسك بالأجر في شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المسلمين، قال الله تعالى في القرآن الكريم: والصائمين والصائمات، والصائمين والصائمات، من صام في شهر رمضان فقد أحرق نفسه من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث رواه الإمام مسلم: ما من مسلم يصوم يوما، شوف حرر النهار، حرر النهار، مش مع متكتل على الإسلامية في السوق ومتكتل على الخضر والفواكه في الأسواق، وبعد عيدين يقول لك راني صايم، وبوي وبوك وشدي وجدك، علاش علاش راني صايم؟ صن نفسك وصن لسانك، وكما قال الإمام: وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صايم، قول يا خويا راني صايم. وحط على النهي والله يروحي راه نهار في عمر، والله لو كان نقول لك الاجر اللي فيه تحبس. يا كنت انسان مرعب من عقلاء الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بينه وبين النار سبعه خنادق في يوم واحد. يوم، وهذا اليوم حمله العلماء على انه يوم نافله، نافله فقط. فما ظنك بيوم فرض؟ سبع خنادق كل يوم، واحسب على 30 يوم، فالعشرة 70، وفي 70 140، وقرابة 220 خندق في كل عام تباع بها النار، بفضل شهر القرآن أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. إذا أقبل رمضان نادى منادي: أيا باغي الخير أقبل، أيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ويا باغي الشر أقصر. والحديث عند البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا، بشرنا فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. تسمع كلمة المغفرة لكل وقت تطلب فيه: يا ربي اغفر لي، يا ربي اغفر لي، يا ربي اغفر لي. ولكنك عندما تأتيك المغفرة من كل جانب، تجيك في الليل في التراويح، وتجيك المغفرة في السحور، وتجيك المغفرة أثناء الصيام، لا خلوف في الصائم أطيب عند الله، وتجيك عند الإفطار. للصائم فرحتان: فرحة بفطره وفرحة عند لقاء ربي. وتجيك سائر النهار، يقول الله تعالى في الحديث القدسي للملائكة وهو يباهي بك الملائكة: من تشبهت به أيها الإنسان؟ يقول: انظروا لعبدي، ويسميك، يسمي كل باسمه رجل او امرأة: انظروا الى عبدي ترك طعامه وشرابه من اجلي. اشهدكم، يقول ربي، اشهدكم للملائكة، والله لا يحتاج شهودا، ولكن مع هذا يشهد لك وعليك الملائكة، يشهد عليك الملائكة لتطمئن، لتطمئن: اشهدكم اني قد غفرت له. ويقول الله تعالى: الحسنة بعشر امثالها، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف.
700 مرة إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام. صيام فإنه لي، متفق على الحديث، إلا الصيام فإنه لي ولا أجزي به ولا حدود لأجل الصيام والصائمين معشر المسلمين، إلا أن يقفوا عند باب الجنة فتفتح لهم الأبواب ويفتح لهم باب خاص بهم، خاص بجماعة الصام من طلوع الشمس، من طلوع الفجر، ما قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس جماعة الصام. أما جماعة اللي دارين المخالفة الكل ودارين الموبقة السبع وظالمين نفوسهم وما مش حابين يرجعوا حتى في شهر التوبة، في شهر الله، ما مش حابين يرجعوا من طريق ربي وبقوا على عمادهم وشنآنهم، فلا شك أنهم محرومون من الأجر. جماعة ما كانش يجي فرصة، يجي راسي المال فيه كذا وكذا من المال، الأرقام والأصفار ما تقسمش، راه ما ينتهوش، ما ينتهوش الحسنات، أصفار الحسنات اللي من بعد الرقم واحد لا تنتهي، ومع هذا تجد أن الإنسان يفرط فيها لتمر مرور الكرام. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فكيف بك يا ابن آدم؟ لا بغية ولا نهاية لك إلا الجنة، للجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمين، صائمين فقط. إذا فكن كن أيها الصائم من المبادرين، ممن يتخلى عن الهاتف في شهر رمضان، تخلى عليه نهائيا إلا المكالمات، وممن يأخذ المصحف بيده ليتلو القرآن قدر الإمكان، أو يستمع لتلاوة القرآن قدر الإمكان، قدر الإمكان. احنا جماعتنا في المساجد يجوا شبعانين شبعة مفرطة حتى التخمة، وجاي يصلي التراويح، الله أكبر، الله أكبر، يجوا بدات اليمين وبدات الشمال، ومش طايق يهز روحه، الله أكبر، كي يركع، كي يقعد، الجلوس كان يسبب عثم. ما هذا يا جماعة؟ تفضلوا إلى الفقراء والمساكين والمحاويج، عندنا في المسجد المصلي صلي معنا ينفق 40 عائلة، 40 عائلة فيها اليتامى، أكثرهم يتامى، قال لي بالحرف الواحد عائلة تاع يتامى في 11 يتيم، 11 يتيمة، واللي حاب يمشي معاه يتفضل، الباب مفتوح، ينفق ويصرف على 40 عائلة ببعض المساعدات البسيطة. وعائلة وجمعيتين، زوج جمعيات، كافي اليتيم والجمعيات الخيرية، كلها تنشق في شهر البركة والشهر المضاعفة وشهر القرآن، لتجد يوم القيامة أجرها مضاعف. ويكفيك عبد الله أن لو لم يكن لك أجر إلا أجر الحسنات المضاعف فإن لك به مفخرة عند الله. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا رددته إلى أهله سالما غانما، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها نظر ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم كما وفقت للقول ووفقنا للعمل يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا وهدينا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في افريقيا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم انصرنا نصر الدين، اللهم انصرنا نصر الدين، اللهم انصرنا نصر الدين، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغمومنا يا الله. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من عدمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعنا على الصيام، واعنا يا ربنا على القيام، وتقبل منا الصيام وتقبل منا الصلاه والصيام وصالح الاعمال. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين.